إذن وبالعودة إلى ظاهرة التطرف اليميني ودور الحروب الأمريكية والغربية وتنامي أيضا الكراهية للآخر، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين العضو السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قارصلي. أهلا بك معنا دكتور جمال. أهلا بكم ومساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك دكتور جمال. يعني موقع انترسبيت في تقرير له قال إن تكلفة الحروب الأمريكية هي 8 تريليونات دولار، لكن التكلفة البشرية جراء هذه الحروب على الشعوب هي أكثر من 1 مليون قتيل وأضعافهم مصابون. برأيك هل حققت الحروب الأمريكية والغربية على منطقتنا غير هذه النتائج التي جاءت في التقرير؟ نعم، أنا أجد أنها حققت كثير. هي هذه الحروب الأمريكية تركت هذه المنطقة في حالة من الجهل، حالة من التوتر، حالة من القتال الدائم، حالة من التمزق، حالة من التفتت. فلذلك هي حققت الكثير، وللأسف. وعلينا أن نسأل يعني الآن من الذي دفع هذه التريليونات؟ يا ترى هم الأمريكان الذين دفعوا هذه التريليونات؟ لا، الشعوب البسيطة والفقيرة دفعت هذه التريليونات، وربما أجبرت بعض الدول على أن تدفع ثمن هذه الحروب. والذي استفاد من هذا الموضوع هم هناك حقا صناع الحروب وصناع السلاح الذين هم استفادوا من هذه الحروب، وكذلك مشاريعهم في المنطقة كلها من الألف إلى الياء. لو دعني أذكر الآن بمشروع مجيء الخميني وما يسمى يعني الدولة الإسلامية، أليس هو مشروعا لكي يفتت هذه المنطقة؟ ألم يحمل خميني عندما غادر باريس إلى أن يصل في أمان وسلام إلى مطار طهران لكي يحصل ما يحصل الآن؟ إذن هم حققوا كل ما يريدون، ولكن الشعوب البسيطة والفقيرة وأبناء هذه المناطق هم الذين يدفعون الثمن، وللأسف الثمن غالي وغالي جدا، ولا زال هذا الثمن وهذا النزيف لا زال يدوم. نعم، يعني هناك من يرى على المستوى الإنساني أن الحروب الغربية على منطقتنا بحجة الإرهاب خلفت حالة من الكراهية ليس فقط على الضحايا وإنما على مواطني هذه الدول أيضا. هنا السؤال دكتور جمال، يعني إلى أي مدى ترى أن من أسباب تنامي اليمين المتطرف هذه الحروب ذاتها وما صاحبها من شيطنة إعلامية غربية تجاه الآخر؟ للأسف هذا الموضوع يلازم حق النوع من الجهل وعدم المعرفة. لو سأل المواطنون الغربيون أنظمتهم أو سألوا وفكروا معنا، من يصنع الإرهاب؟ من الذي صنع القاعدة؟ من الذي يدعم التكاكا الآن؟ من الذي يدعم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة؟ من الذي كان يرسل معتقلي غوانتانامو إلى حافظ الأسد أو بشار النظام السوري لكي يستجوبهم وفتحت التعذيب يعصر منهم المعلومات؟ فإذا للأسف هو الجهل وعدم التوعية، والمطلوب هو هذا التوتر، ولكن للأسف هذه الشعوب لا تسأل أكثر من ذلك. يتم غسيل دماغها يوميا بواسطة الإعلام، وبعض الحكومات الفاشلة تبحث عن سبب فشلها وتحاول أن تبرر ذلك، ولكن عندما يريدوا أن يعرفوا من أين يأتي الإرهاب وكيف يمول الإرهاب عليهم أن ينظروا ربما بدقة أكثر، فسيجدوا أين هي تكمن منابع الإرهاب. وكثير من الأنظمة للأسف تصنع الإرهاب وتختفي خلفه وتجده ذريعة لكي تبقى في هذه المنطقة ولكي يعني لا تزول. أريد أن أعطي مثالا آخرا، يعني الآن مثلا الطرف الأمريكي يقول أنا لن أخرج من سوريا أو من المنطقة إلا أن ننهي داعش. السؤال هنا إذ لو أرادوا أن ينهي داعش ألا يستطيعوا أن ينهوها في يومين متتاليين؟ ولكنهم يتركوا الذريعة تدوم لكي يبقوا في هذه المنطقة إلى أن يحققوا مكاسب أخرى. وللأسف هذه كلها ذراعي تؤثر على التوتر بين الشعوب وعلى التفاهم بين الأمم والشعوب. وكم أتمنى أن يكون هناك توعية أكثر من ذلك وتتقارب الشعوب من بعضها البعض وتعيش في أمن وسلام. دكتور جمال، يعني في ذات السياق في تصريح لزعيم حزب من أجل الحرية اليميني المتطرف في هولندا جارت فيلدرز يطالب بوضع حد للإسلام، هذا التصريح كيف تقرأه في الغرب الليبرالي الديمقراطي؟ نعم، نعرف أنه فيلدرز هو الذي
صعد على ظهر المغتربين واللاجئين والمسلمين، وهو الذي يحرض والذي حقا لا يعلم عن ذلك شيئا، ولكن هو يجده ذريعة، ويجد هناك من يسمع هذا الكلام، وهناك من يشيطن الإسلام بأن يقول في ربما في هذا السياق المحنة التي مر فيها حلف الناتو عندما سقط حلف وارسو، بحث بكل ما بوسعه عن عدو ووجد عدوه في الإسلام. فلذلك هؤلاء هم الذين يريدوا أن يكون هناك عدوا لكي كذلك يبقى لهم وجود ويبقى لهم كينونة. وكثير للأسف من الأحزاب اليمينية المتطرفة تأخذ اللاجئ وتأخذ المغترب وتأخذ المسلم كذريعة لكي تنمو، ولكن للأسف هذا شيء موجود على الديمقراطيين والشعوب هذه الدول أن حقا أن توعى أكثر من ذلك لكي لا يلعبوا بالنار، لأن هناك من يلعب في الأمن السلمي، وأنا أتصور كل اليمين المتطرف يجب أن يوضع له حد. وكذلك تصرفات الرئيس الفرنسي الآن كيف هو يحاول أن ينافس اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية القادمة. للأسف هذه الأمور كلها تدعو يعني الى القلق، وتدعو الى ربما الى عمل ما ضد هكذا موجات يمينيه متطرفه. نعم، اذا كنت ضيفا عبر الهاتف من برلين العضو السابق في البرلمان الالماني الدكتور جمال قارصلي، شكرا جزيلا لك.